الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله الباتسينتين فورشتلونج أو الفال بريزنتاتسيون. أهم حاجة بس معلش هنبه على نقطة، يعني في 2 من أصدقائي يعني نبهوني على الأوسبراخة بتاعة كلمتين. الكلمة الأولانية بيشفيردن، أنا ساعات بنطقها غلط يعني، فالناس تاخد بالها تحاول تبحث عنها في قاموس وينطقوها صح. وكلمة شميرتسن برضو بعملها أنا مفتوحة شوية كده، فالناس تنتبه علشان ما يغلطوش في النطق. وصلنا ل إرقل كليرت تصدي شميرتسن إن تنغوكن أو شترالن، يعني بتسمع في المكان دوت. ممكن نسأل برضو عن الشميرتس كباليتيت تباتسينت هاد إن شميرتس ألس تومف بتسايشنت، يعني وصفها إن هي دومف، أو ممكن نقول تغوكند أو تسيند أوند زير شتاك. طبعا احنا قلنا إن في سكالا، شميرتس سكالا، إن هو بيبقى من 1 لـ10، تمام. فممكن تقول يعني تعطي الرقم يعني، أو في شميرتس سكالا تبقى تسيند هادي شميرتس ألس دومف بتسايشنت أوند زير شتاك بشغيبن. في اللوف أو الكورس إيه بريشت الدس دي شمارتسن دور هافت ساين. بعد كده ممكن نتكلم عن الفيشتيركونج وده ليندرونج، الحاجات اللي بتقوي الشمس أو بتخففها يعني. und bei Bewegung beim Husten und Gehen verschlechtert werden، يعني بتقول طبعا الكلام ده كله في جملة واحدة. ريبيرشت داس دي شميرتسن دو هاف دا ساين. طبعا هنا بيستخدم الكونيونكتيف اينس علشان مستوى الامتحان المفروض ان هو سي اينس، فبيحاول يظهر حتى لو في جملة واحدة ان هو يعني يعرف الحاجات دي. بعد كده الاوس لوزر او الاوس لوزند فاكتورن از جبت ان او اجبت ان داس اس كاينن بشتمتن اوس لوزر جيجيبن هابه، تمام. بعد كده برضو بيكمل عادي على اللي هي البيجلايد سمتومة. ديس فايترين جيبت دي باتسينت ان دراي مال اير بروخن تو هابن، فضلا عن ذلك يعني ديس فايترين ممكن نستخدم لفظ فيرنا زين ديم باتسينتين فول جيندا بيجلايد سمتومة او في كيفالن ابتوتلسشكايت وند فيبا. وبنلاحظ هنا دايما التنويع، يعني بنستخدم ضروبة هيناوس ديس فايترن فيرنا، نحاول نستخدم الألفاظ اللي هي أكتر من لفظ بحيث نبين إن احنا يعني عارفين في اللغة يعني بشكل أفضل يعني. بعد كده الفوق إكرانكونجن بنقول دي ميديزينيشا فور جيشيشتا إست أون أوفيلش bis auf eine Appendektomie 1999. يعني برضو ممكن كلمة unauffällig يعني ما عندوش أي مشكلة، ما عندوش فوق إكرانكونج. bis auf هنا معناها باستثناء، وبنذكر التاريخ برضو. أو ممكن نستخدم برضو جملة تانية wichtige فوق إكرانكونج des Patienten sind Hypertonie und ein mit Insulin eingestellter Diabetes. نستخدم لفظ هيباتوني وده ارتيريال هيباتوني، ما استخدمناش اللفظ العامي اللي هو بلوت هوختوكوك. وبعد ما استخدمنا برضو ديابيتس ما قلناش سكر كرانكهايت، زي ما قلنا احنا دايما في ال باتسينتين فورشتولنج بنستخدم الالفاظ اللي هي الفخ، يعني بنستخدم اللي هي الفخ بجريف. Ein Auslandsaufenthalt wurde verneint. بعد كده بندخل في الفيجيتاتيف أنامنيزا. دي فيجيتاتيف أنامنيزا war unauffällig. Der Patient erzählte, dass er Schwierigkeiten beim Einschlafen habe. زي ما قلنا هنا er habe مش hat، برضه عشان نبين موضوع الكونيونكتيف. نوكسن نيكوتين أبوزوس وورد بيات،
سبيشن كاو ممكن هنتكلم برضو عن اللي هو الباكيرز، سيركا درايسش باكيرز. كلمة يا أو ناين ممكن احنا بنحولهم لأفعال، فممكن نقول هنا بيات يعني وافق عليه، يعني قال عليه اه يعني، أو فير ناينت قال عليه ناين. الكحول كونزوم فور ذا فير ناينت. بعد كده برضو بنتكلم عن الجينيكولوجيشا أنامنيزا. دي جينيكولوجيشا أنامنيزا إعجاب أينن ريجل ميسيجن منستروياتيون تسوكلوس فون 28 تاجن مت 4 تاجن بلوتونجز دوا دي لتستا ريجل دوا وده ريجل بلوتونج فا فور 8 تاجن. Schwangerschaft ist unwahrscheinlich bei regelmäßiger Einnahme der Pille und rezenter Regelblutung. بعد كده بنتكلم عن Medikamente und Allergien. طبعا ده كله احنا بنعمل Presentation للحالة قدام الدكتور، بنحاول نتكلم معاه كلها بالشكل الألفاظ اللي هي الفاخبيجريفة، بنحاول نستخدم يعني هوخسبراخة، بنحاول نظهر ان احنا بنستخدم سي اينس نيفو. دي ميديكامنت الانامنيزا ارجاب اين ريجل ميسيجا اينامة فون اينم اورالن انتي ديابيتيكوم ودا اينم انتي هيباتينسيف از زند كاينا الرجين بيكانت دي باتسينت جبت ان داس اير الرجيش اوف بلا 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 بنسلين رياجيره. بعد كده الفاميليا انامنيزا، ممكن نقول ان دي فاميليا انامنيزا فيندت زيش ديابيتس ميلتوس باي دير موتا اوند بلوت هوخدروك باي دير فاتا. طبعا بلوت هوخدروك مش لفظ هنا مش مفضل، احسن ان احنا نقول ارتيريلا هيباتوني، لان اللفظ ده بيبقى لفظ عامي. بعد كده الزوتسيال انامنيزا دي باتسينت وونت علينا وند هات كاينه فاميليا. بعد كده ممكن نقول ist Industrie Kaufmann von Beruf am Arbeitsplatz ist belastender Dämpfen auf ausgesetzt. يعني ممكن لو احنا حابين نعبر يعني ان هو عنده ستريس موجود او كده. يعني هنا احنا خلصنا المفروض البرزنتيشن بتاع الحالة. بعد كده المفروض ان احنا بنعمل الكابرليشة انترزوخونج، لكن طبعا مش مطلوب مننا في الامتحان بتاع الفخش بقى بوفونج، لكن مطلوب طبعا بعد كده في الكنتينس بوفونج. المفروض طبعا برضو بنعمل مجموعة من الفحوصات الانترزوخونج. من هنا بقى الحاجات دي طبعا مهمة جدا ان احنا نستخدمها، او لاننا ممكن نتساءل عليها بشكل او باخر في الامتحان. يعني هو طبعا الارتس اللي معاك هيقول لك طبعا يعني انت شاكك في ايه، او ايه هو في ضغط دياجنوز اللي هو البروفيشنال دياجنوز التشخيص المبدئي بتاعك، وهيبدأ يناقشك في الحالة، فانت تبدأ انت تتكلم. يعني هنبتدي الأول بالسلايد بتاعت الفيرتاخت دياجنوزة. فأنت برضو في جملة جميلة أنت بتكون حافظها ومجهزها بغض النظر عن الحالة، يعني فأنت بتقول له على الريزيكو فاكتورين اللي هي خلتك تفكر في الفيرتاخت دياجنوزة، وبعد كده بتقول إن أنت في الغالب بتقول إن الفيرتاخت دياجنوزة بتاعك كذا اللي هو البروفيشنال دياجنوزس، وبعد كده ممكن تتكلم أنت في الديفرنسيال دياجنوزة. فنقول هنا دي باتسينت فايز تمير ريسكو فاكتورين فور لونج كارسينوم اوف، هو عنده ريسك فاكتورز كتير قوي بتتكلم ان هو يكون عنده يعني كانسر، وبتقوم قايل يبقى هنا اللي هو الفعل اللي هو او فايزن فور، وبعد كده بتقولهم مثلا مينشيس جشليشت نيكوتين ابوزوس الكول كونزوم. في الحالة دي طبعا هو ما بياخدش الكحول مثلا او بياخد، وهكذا. برضو ممكن تستخدم دي باتسينت انفايز تمير الريسكو فاكتورين فور تي فاو تي اوف،
تي فاو تي، تي فينين ترومبوزن اللي هي الدي في تي برضو ممكن تقولهم كده، يوبا جيفشت تتسنت اين ناما دير بيلا وند اين ستسند تتشكايت. بعد كده دير كلينيشا بيفون دويتد ام ايستن اوف باين فينين ترومبوزن هن. يعني انت شايف من الكلينيكال ان هو في الغالب ام ايستن في الغالب موستلي ان هي باين فينين ترومبوز اللي هي تي في تي. بعد كده طيب هو انت خلاص وصلت معاه فتحت دياجنوز اللي هو التشخيص المبدئي بتاعك، فبالطبيعي انه هيقول لك طيب تعمل ايه علشان تتأكد، او هيسألك على الديفرنسيال دياجنوزة، يعني هل هو ده التشخيص الوحيد ولا ممكن في حاجات تانية، ولو في حاجات تانية طب تتأكد منها ازاي. فانت بتتكلم عن الديفرنسيال دياجنوزة اللي هو الديفرنشال دياجنوزس. فبرضو في جملة جميلة برضو بتكون حافظها، يعني alternative common eine thrombophlebitis ein erysipel und ein lymphödem in betracht common in betracht. وفي جملة دي جميلة جدا برضو، alle anderen Möglichkeiten sollten natürlich ausgeschlossen werden، اللي انت بتقول لازم طبعا كل الاحتمالات التانية يتم يعني تبقى excluded يعني ausgeschlossen. طبعا عن طريق الايه؟ عن طريق اللي هو الحاجات بقى اللي هي الفايتال دياجنوستيك. ايه هي بقى الفايتال دياجنوستيك اللي انت ممكن تعملها؟ فبتبدأ برضو تناقش معاه، فهو بيسألك ايه الحاجات اللي انت ممكن تطلبها، فانت بتقول له zur weiteren Abklärung würde ich gerne eine farbkodierte Doppelsonographie sowie folgende labortechnische Untersuchung anordnen. طبعا الدوبلكس مش شرط تقول كلمة فارب كودير تديت، ممكن تقول على طول دوبلك زونوغرافي أو دوبلر. وبتقول الحاجات اللي هي اللابور، الحاجات اللابور اللي هي في الغالب بتبقى ثابتة في كل العيانين، اللي هي بلود بيلد، يعني اللي هو ال اس ار مش مهم قوي، بلود زينكونجس كشفندشكايت، أو ممكن تقول بلود سوكا، نيرين فونكسيون تيست، ليبا فيرتا، ليبا مكتول، هيرتز فيرتا، هيرتز انزوما، فيت فيرتا وان سو فايتا. بعد كده لو انت عايز تعبر بقى عن عن الانترزوخونج دي اللي انت طلبتها، فبرضه في اسلوب كويس بتعبر بيه، تقول مثلا اينا امبولانتوش جيفيرت كولوسكوبي ارجاب einen auffälligen pathologischen Befund. يعني الكولوسكوبي اللي انت عملته دوت اتعمل امبولانت، يعني اتعمل اوت بيشنت مش ان بيشنت، بين auffälligen pathologischen Befund يعني باثولوجي، وتبدأ تقول هو ايه الباثولوجي مثلا. بعد كده مثلا ein großes Blutbild ergab eine Leukozytose، يعني بينت لايكوسيتوزيس اللي هو يعني سي بي سي طبعا بلود بيلد. وممكن تقول برضو تعبير كويس از فورد اين ايرهونج دير انسندونجس فيرتا فيست جيشتلت. طبعا ايرهونج هنا طبعا غلط، المفروض تبقى هنا ده جوس، او ممكن تقول نيرن فونكسيون تيست ارجاب اينن يهوتن كرياتينين فات. طبعا انت بتطلب الكرياتينين او حاجة اسمها الهارنشتوف اللي هي اليوريا، او ممكن اللي هو الجي اف ار. بعد كده طبعا طيب هو دلوقتي انت وصلت لفيردختس دياجنوز لتشخيص مبدئي، وقلت له اتأكد منه ازاي عشان اميز بينه وبين الديفرنسيال دياجنوز. فطبيعي ان هو يسألك عن الترابي، يعني الحالة انت شايفها هتعالجها ازاي وكده. يعني لو حاجة فيها او بي وكده، فبرضه في جملة كويسة قبل الاو بي، طبعا حالة مثلا ابندكتومي كوليسيستكتومي هنعمل اي حاجة من الحاجات دي، فانت ممكن تقول
Für OP Vorbereitung würde ich eine Blutprobe entnehmen und zwei Blutkonzentrate kreuzen lassen. كلمة Blutkonzentrate أو ECAS بيسموه هنا اللي هو الـ Blood Unit. أنت بتجهزهم، يعني بتعمل لهم ماتشنج بس كده، يعني بتخليهم بتعمل لهم ماتشنج ك فور برايتونج قبل العملية. وبعد كده مثلا أنت عايز تقول لو احنا اتأكدنا من الدياجنوزس بتاع مثلا النيومونيا هنعطي مثلا أنتيبيوتيكا مثلا. كلمة لو ديت يعني ايه اللي هو التعبير ده كويس؟ زولتا زيش دي في ضغط او في بنيموني الهارتن oder bestätigen dann würde ich تفاسين verschreiben. يعني في حالة ان هو اتأكدنا ان العيان عنده نيومونيا هنعطيله تفاسين اللي هو طبعا ايه اللي هو من انتيبيوتيك، يعني من عيلة الكينولون. تمام. او هتقول مثلا هعطيله في الاول مثلا كالكوليرت انتيبيوتيكا ده اللي هي بيسموها اللي هي الامبيريكال، يعني الامبيريكال انتيبيوتيكس يعني. وبعد كده طبعا لازم تعمل طبعا بلوت كولتورن يعني عشان تعرف تعطي تعمل حاجة اسمها الايه الانتيبيوجرام، وعلى حسبه يعني بقى اللي هي بيسموه يعني زي الكالتشرال سنسيتيفيتي كده في مصر. تمام. بعد كده الشمرتسن، فبتقول برضو لو هو عنده، فكلمة زولتا دي باتسينت شمرتسن هابن دان بيكومت اير اين انالجيتيكوم. ومثلا ممكن انت كمان تقول حاجة مثلا ممكن تسميه كمان اين اوبيات باي زير شتاركن شمرتسن. بعد كده بروفيلاكس، طبعا سو اولكوس بروفيلاكس بيكومت الباتسينت اينن ها 2 ريسبتور انتاجونيستن. طبعا الاولكوس اللي هي الالسر يعني، هي طبعا الاولكوس ده لفظ اللي هو فخ بجريف، واللفظ اللي هو العادي اللي هو بيسموه الجيشفير. لو عنده كده بتديله مثلا بتديله طبعا حاجة اللي هي ايه، طبعا في عائلات كتيرة يعني ممكن تتكلم عنها يعني، بس هو انتاسيدا مثلا، او هنا اتكلم عن هاتسفاي، او الالمان ساعات بيقولوا على تسفاي تسفو يعني في العاميه هاتسفو ريتسبتور انتاجونيستن، لو انت حابب تبين ان انت يعني بتتكلم يعني بالعاميه او عارف بعض الالفاظ. ممكن مثلا بعد العمليات وكده بيعطوا طبعا ترومبوزا بروفيلاكس، فبتقول سو ترومبوزا بروفيلاكس بكمتر باتسينت اين انتيكواجولانس und كومبرسيونزشترومفا. ماشي كده نكون احنا خلصنا الفورشتيلونج. اهم حاجة بأكد عليها لازم كل واحد يحفظ كويس جدا الجمل، ما يحاولش يسيب نفسه ان هو يألف اي جمل في الامتحان لانك هتغلط، ان احنا بالطبع مش ألمان يعني، فحاول تحفظ الجمل وتسيب دايما فراغات. يعني مثلا زولتا زيش دي في ضغط اوف نقط، حط هنا نقط بلا بلا بلا، وهاتن دان فيردا ايش نقط نقط، وتبقى انت حافظ انت لو التشخيص طلع كذا انت هتكمل النقط دي على حسب يعني، وهكذا. بس تكون حافظ كل حاجة وتسيب لنفسك فرصة وان شاء الله الامور تبقى تمام.